أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح لم يغلق أبدا رغم ضراوة الضربات، ولفت السيسي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لحل شامل يؤدي لقيام الدولة الفلسطينية. كما أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وإنسانياً كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود وكذا استقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعابر. هذا وشدد الرئيس السيسي على الموقف المصري الحاسم برفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية، معتبرا أن الأمر يعد خطا أحمر بالنسبة لمصر. لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر، ده خط أحمر بالنسبة لنا. الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا.